غسالس اسماعيل بيومي اسماعيل بيومي الهالي بسجن مشدد لمده 15 سنه في ملوش وبعدين في معقبه المؤتمان الرابع عبد الحميد محمد ابو العنين علي شهيد والخامس عبد الحميد حمدي ابو العنين علي شهيد حدث بالسجن لمده خمس سنوات في معقبه لحاله الدعوه المدنيه قبل المتهم الثاني والثالث والرابع في المحكمه المدنيه المختصه واوقف الفصل بالمصاريف في حين الفصل بالدعوه المدنيه للمحكمه المختصه قانونا. خامسا بعدم قبول الدعوه المدنيه المطمئن من المدعين للحكم المدني قبل المتهمان الاول ابراهيم محمد احمد السعودي لانه حدث والمتهم الخامس عبد الحميد ابو العنين علي شهيد لانه حدث. سادسا عندما تكون المتهمين الثاني والثالث والرابع محمود رضا احمد السعيدي واسماعيل محمد احمد بيوم داوود وعبد الحميد محمد ابو العين علي شهيد فقط دون غيرهم من مصاريف الجنائيه. رفعت الجلسه. رفعت الجلسه.